في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب هيتريمون. لما يكون واحد عنده بيت، ان كان بسينه او كلب، وعنده انشغالات كتير ومش عارف شو بده يعمل بهالبيت ومين بده يهتم فيه، مثلا عنده سفره، في كونفرنس، في بزنس تريب، وبده يروح يغيب يومين ويرجع يجي. نعم في شلترز، ولكن في حلول اخرى. هيدي المشكله وقعوا فيها شاب وشابه من لبنان كان عندهم هيدي المشكله، فابتكروا طريقه ستارت اب جديده حتى يقدروا يعالجوا هيدي المشكله. Startup is my side lick. Meet Sam. Sam has two cats and a dog. Together, they're just one big happy family. And like all human beings, Sam needs to do human things. Sometimes it's the occasional late night at work. Other times it's a night out with friends. And when he finally gets home, his furry little friends are excited to see him. Right, buddy? There are also times where Sam needs to travel, whether for business or pleasure. But who's going to look after his beloved pets? Boarding facilities, you say? No. Thankfully, all of this is history since Sam met Sidelink, the online platform that makes pet parenting easy. Startup Lebanese is very special. I'm the co-founder, Jane Nassar, Karim Basha, and Yogi, who is the CCO of the company, Chief Canine Officer. مرحبا. مرحبا. He's a co-founder or not? Bella, definitely. He is the reason why we all started. Okay. So let's start from the beginning. كيف بلشت الشركة؟ يعني هي الفكرة بلشت إنه نحنا مكتب landscape architecture وكتير نضغط، يعني بأوقات بنعمل overnights وهيك. ففي مرة انضغطنا كتير ونحنا كمان pet friendly، يعني هون المكتب بضلوا عاجق كلاب وبسينات فقررنا إنه لا، بدنا حل، يعني someone needs to take care of our pets. يعني كان في مشكل كبير عن جد، يعني قاعدين وعم نفكر، يعني كل واحد عم يفكر بكلبه أو بسينته بالبيت إنه مين بده يهتم فيها. فقررنا إنه نعمل سايدليك، ويوغي كان يعني من أول المؤسسين تبع سايدليك. طب وين بلشتوا؟ كيف يعني بلشتوا؟ ويب سايت بلشتوا؟ يعني سوشيال فريندز، فيسبوك؟ في ناس ببلشوا على فيسبوك يعني صحيح. بعدين بيطوروا ولا شيء اندبندنت؟ كيف انتم بلشتوا؟ نحن الفكره بلشنا اول شيء بويب سايت، مع انه في كثير منتورز مثل ما انت قلت قالوا لنا انه ما تفوتوا فيها قبل ما تكونوا اكيدين من الكونسبت اتسترا، جربوا سوشيال ميديا، جربوا اعملوا بيج على انستغرام، شوفوا كيف بيتفاعلوا العالم، ساعتها when you have the validation go for it. اكيد this is the right way to do it، واكيد this is not the way we did it. بس it's because also the fact that we're designers, we're a bit picky on the platform كيف بدنا اياها تكون etc. We wanted to provide a level of professionalism مش موجود، يعني بليفل what's proposed بامريكا. But we started with the website and today it's a website and hopefully application. بس عملتوا validation للidea. Definitely. وعلى أساس ال validation أخذتوا grant من كفالات. مظبوط. Actually لا. أخذنا الجرانت من كفالات، يعني هي بس بلشنا نقول إنه خلاص عنا مشكلة، صار في مزرعة عنا بالمكتب ولازم we need to move forward find a solution. هون طلعنا بهذه الفكرة إنه نوع من Airbnb for pets، اللي هي إنه we can rely on a network of pet lovers to help each other. بغيب كل النهار من البيت وعندي كلب، أو حتى إذا سافرت جمعة جمعتين، what's the concept? How can you help me? الكونسبت بتفوت على الويب سايت أما رح تصير أب بعدين.
في كذا سيرفيسز، يعني في دوغ ووكينج، في داي كير، في بوردينج. سو وقت تسافر let's say بتفوت you book you enter يعني the platform، بعدين بتشوف السيرفيس اللي بدك اياها بتفوت عليها and you find a series of pet sitters around you or انه بمناطق يعني حسب انت شو بتقرر. okay. بتشوف البروفايل تبعهم، بيكون عندهم بروفايل يعني هن كاتبين بروفايل منيح عن هن شو وكيف بحبوا لك، هن بيكتبوا عن حالهم يعني كيف ستيل مثل فيسبوك اذا بدك. okay. فبيكتبوا بحطوا صورهم، بحطوا مين عندهم كليب، وفي كذا سيرفيس يعني they get rated and they get rated exactly. بس مش لا اكيد لا you can only review them if you tried their service. so بس this is really important by the way. يعني احنا لاحظنا انه pet owners only trust the word of other pet owners. يعني نحن aside like قد ما بي ريكومند بيت سيتر هن اليوزرز بفوتوا اونلاين وكثير بيشددوا على الريفيوز ليتاكدوا انه والله في حدا ثاني جربه ذا بيت از غانا بي ان سيف هاندز اتسترا. اوكي لقيت حدا عجبني بيناسبني انه والله هيته شاب هيك. اوكي جيت له بليز انا مشغول مسافر يومين وات هابنز. يو كان سند هيم ا مسج تو ميك شور هيز افيلبل. اما يو كان بوك هيم دايركتلي وانس هي اكسبت يور بوكينج بيوصلك اس ام اس انه يا اكسبتد يور بوكينج اند اوتوماتيكلي وي كرييت واتساب جروب. سو صرتوا ان كونتاكت على واتساب حتى تو كوردينيت كل شيء خاصه باللوجيستكس. يعني وير از ذا بيك اب، اي ساعه، وين ار يو كومينج باك اتسترا. انا هون وي اولويز ريكومند احنا انه قبل بيفور ذا داي وير يو ار غانا جيف يور بيت اتس اولويز بيتر تو ميت يور بيت سيتر. ليش؟ لانه هو اصلا بده يسالك كم سؤال انه اي ساعه بيمشي ده بياكل اتسترا. اكزاكتلي نحن وي تيك برايد ان بيرسونلايزد كير. يعني نحن شو بيميز سايدليك عن غير سيرفيس هي البيرسونلايزد كير، انه البيت سيتر مش رح يكون عنده كنل مع 1000 كلب معه، رح يكون بس عنده بركه كلبه له وكلب الشخص اللي حجزه. سو ذس از واي ذي اور بيت سيترز ار ترينت تو اكشلي تيك ذير تايم اند بروفايد ذا كير جست ذا واي يو وونت ات تو بي بروفايدد. هلا هي الفكره وقت يصير في واتساب جروب وبتسافر نحن بنضلنا عم نعطي ابديتس، يعني بنبعث صور بنبعث فيديوز يعني وي ميك شور للاونر. انا مسافر بيجيني ابديتس انه شو عم بيعمل واكل وما اكل والى اخره. سو وي تراي يعني تو ميك انه ذا اونر فيل انه لا كلبه. يعني انا حتى مره كان عندي ميشن كلاينت كان كثير بحب كلبه لدرجه يعني خياليه. ف يعني كل يعني انا كنت البيت سيتر، فكل شوي كنت عم ببعث ستوريز، كنت عم ببعث فيديوز everything. يعني فعن جد يعني رجع الاونر مكيف انه ما حس انه كثير بعد عن كلبه. ف this was يعني the طيب انا اذا كنت مشغول مثلا رايح الصبح تنقول عندي مشوار شغل على الشمال او على الجنوب او على البقاع بدي غيب من الصبح لعشيه، هيدي لها كلفه. او اذا رايح جمعه بدي حدا لا ياخذ الكلب مش يجي ويمشي ويخلي عنده ويرد لي بالليل، لا بدي رايح جمعتين، شو الكلفة؟ يعني walking the dog and boarding the dog شو الكلفة بين اثنين؟ شو بدها تكلفني آخر شيء؟ هو كل pet sitter بيحط الفيس تبعوله. يعني في pet sitters حسب المنطقة، مثلا في competition شوي بيناتهم، مثلا بالأشرفية إذا بتشوف في ضغط شوي بتصيروا الأسعار شوي أوطى لأنه بدون يضاربوا على بعض. أما بمنطقة شوي remote مثلا حسب عمشيت شوف بيت سيتر معنا غيره مثلا بصير شوي يعلي. بس لا بس they're very reasonable the prices in general. نحن we guide the pet sitters تبعولنا حتى يكون عندهم range تقريبا طبيعي. الاسعار هن مثلا $7 for 30 minute walk، اما مثلا $15 for عم بحكيك average لانه انا I'm not in control of this. $15 per night for a dog، اما $11 per night for a cat. So هذا includes the food والاكل. Actually لا بس مش لانه نحن بخيلين. okay. بس اقول لك ليه، لانه نحن we like to we don't want to mess up the environment تبع الدوغ. يعني اذا هو معود على براند معينه دجا نحن عم نغير له الانفايرمنت تبعه، مش حابين كمان نغيره اكله اتسترا اتسترا. سو لما نعطيه الكلب بدي اعطيه اكلته معه. اكزاكتلي ايديالي بتعطيه كمان التويز التخت حتى اكثر شيء المنت يذكروك فيك طبعا يكون هو
مكبوب يعني بالهواء وخلص يعني ما في يحس حاله بعد exactly. لأن هو الكلب مش مثل الإنسان يعني بيشوف his owner فال ما بيفكر إنه وين إذا راجع ولا لا فبيكون عنده anxiety somehow so نحنا we try to make it هيك safe for him إنه بحس حاله at home again يعني مع كل his toys and نحنا بنلحق the same routine اللي بيلحقها his owner يعني in case لا سمح الله an accident happens صح who takes the blame انتوا ولا لا هلا هون وي هاف سيفرال ثينجز وي نيد تو توك اباوت اول شيء البيت سيتر اللي هو بده يقدم تيصير بيت سيتر بيسايد ليك اول شيء بيفوت اونلاين وبيعمل كليك على البلاتفورم بيكتب اي وونت تو بيكم بيت سيتر عنده ابلكيشن طويله عريضه بده يعبيها تو شو ذات هي از موتيفيتد نحن وي ريفيو هيز ابلكيشن وبنعمل له فون انترفيو اذا قطع الفون انترفيو افري 2 مانث وي دو ا تريننج We don't do the training. في غير شركة professionals, professional behaviorists that do the training to make sure that we cover all the pet sitting basics. Because في even if you have had a dog for a long time, مش ضروري تكون أنت a good pet sitter. في basics that needs to be covered. So بس نعمل هذا training. ديجا نحنا منطمن بالنا إنه we know that this person knows how to handle a cat or a dog. بس لا سمح الله فيها تصير فيه. في يكون أنا مثلاً عم مشي كلبك. ودعس عزيزي مثلاً شو بعمل The thing is that through Sidelink what's great about Sidelink إنه نحن عاملين exclusive partnership مع pet insurance يعني إذا صار accident نحن أنا دغري ما بخبي عليك مثل معقول غير ناس يعملوا دغري بمسك الكلب وبركض عن الفت وأنا as a pet sitter ما بدفع شيء لأنه discovered by pet insurance البوكينج بيصير اونلاين مع كل بوكينج بيصير اونلاين اوتوماتيكلي في انشورنس بوليسي ذاتس جنريتد نحن وقت بلشنا قصة الانشورنس فكرنا انه راح يكونوا من محميين الاونرز ونحن كمان يعني اتس ميوتوال بس لاحظنا انه مش بس هن عم بيكونوا مرتاحين بهالقصة السيترز لاحظوا انه سنس يعني دوغ او كات انه هيدي مسؤوليه كبيره عليهم فلاحظوا انه وقت يكون في انشورنس هن عم بيكونوا مطمن بالهم كمان طب وتشيف كان ان اوفيسر شو دوره هو بيعمل سكريننج للباس هو بيعمل سكريننج للدوغز اند سيترز اكشلي هذا بيكون هو يوغي بيكون موجود بالتريننجز سو اكشلي وي دو تراي بس اف اي كان جست باونس باك على شو قالت جين from a business perspective, the pet insurance كمان فادتنا كتير ليش؟ لأنه main threat للبزنس تبعنا إذا إنه أنت حجزتني تعرفت علي صار عندك رقمي صار فيك ما بقى تقطع بسايدلك ما هيك؟ so في شيء اسمه leakage بالبزنس تبعنا it's normal we have to accept it Uber عنده leakage Airbnb عنده leakage however نحنا in our business thankfully the fact that بدون سايدلك ما في insurance ما في training ما في مثل هذا الشيء to frame the process it actually prevents major leakage from happening في كتير زبائن جربوا يتصلوا بسايدلك pet sitters برات سايدلك pet sitters هني قالوا لهم please فضل تروحوا through سايدلك مش لأنه هني they're super nice هني they are super nice بس كمان because they feel more protected لأنه في الأمبريلا تبع سايدلك في الانشورنس وفي الفولو أب etcetera etcetera زيادة عن هيك نحن we have extra incentive البيت سيترز تبعولنا if they have repeat customers لكن they get ranked أعلى إذا بدك بالsearch algorithm تبع exactly بصير في مثل حركة أكتر so they will get actually more work من قبلنا طيب هلا البزنس موديل let's say أنا I hired one of the Sidelink pet sitters and I pay you the $8 or whatever fee هو حاطته دفعت أنا بدفع through credit card the Sidelink مزبوط you can also pay cash okay وأنتوا بتدفعوا لون and you take a certain percentage exactly. that's your business yes. model that's the business model the revenue model تبعنا it's وعم بيصير في بزنس كفاية يعني قد ايه عندكم pet sitters هلا مثلا we have about 50 pet sitters now اوكي كل لبنان شمال الجنوب ايه هلا we're mainly focused على بيروت right now بس لانه this is where اكثر شيء عملنا دعايه وفي بتعرف الكونسبت تبعنا بيمشي اكثر شيء بالurban settings صح يعني اذا الواحد عنده عيش بالضيعة وعنده جنينة وبتفهم ايش الحل مش عايز our services بالعكس هو كلبه مبسوط اكثر من كلبنا بس هي الفكره وين انه بالdense urban settings this is where you actually need pet sitting people are busy people don't have the space والمشكلة when you don't have the space وما عم تقدر تهتم بكلبك إذا ما عم تمشي كفاية مثلاً في مثل consequences بعرف إذا أنت كان عندك كلب قلت لي كلب عنده energy to waste
بيصير ببلش ياكل الفرش، ببلش يصير بيعمل قصص نكيات حتى البسينات. اكزاكتلي. سو بيسيكلي واتس ذا موست امبورتنت ثينج نحن وي لايك تو ثينك از ا تايرد دوغ از ا هابي دوغ. فنحن مسؤوليتنا تو سبيند اول ذا انرجي تبع الكلب حتى بالبيت يكون مثلا سوبر ريلاكس اند هابي وبس بده ينام. طب هلا يو وركينج اون ان اب. يس. وير ار وي اون ذا اب؟ Well, that's a great question. نحنا, as you know, يعني we're the entrepreneur world is a bumpy road. ليش عم بسألك عن الأب؟ لأنه the advantage I see in the app إنه أنا when I click to request a pet sitter, كنت حقول baby sitter, to request a pet sitter, I am geotagged and I can know who is around me and so on. But on the website, I have to pinpoint my address or my location, so. Yeah, actually, you need to search for pet sitters in your area. But I know it's an instantaneous process, Manna. But you're right, definitely. This is why we're going for an app. هلا مثل ما قال كريم انه نحن كستارت اب يعني اتس ا بامبي رود. سو نحن وقت بلشنا بالويب سايت يعني كانت بروسس طويله لانه يعني وي وير بيكي تو ميك ذا بلاتفورم ا نايس بلاتفورم ويوزر فريندلي يعني بالويب سايت. وشفتوا انه نحن كمان ما عندنا سي تي او، عم ننبش على حدا يكون ميبي هلا سي تي او عم نعلمه شوي على الكمبيوتر بروجرامينج وهيك. يعني نحن هلا we hired a company who is doing the app. بس إنه it takes time and effort and money. ما يعني جبتوا funding؟ The funding نحن بحنا كذا competition يعني. Okay. غير كفالات يعني. غير our own of course personal money. But إنه mostly we are depending on funding from. بس actually if I can go back the أول شيء بلشنا كان عندنا مشي، كان عندنا بس فكرة. And luckily, قدمنا دوسيير بكفالات and this is where we got the كفالات ISME grant. هيدا الشيء كان push كتير كبير لإلنا نقدر نبلش نفكر بهيدا البلاتفورم. And this is where once we got the platform صرنا نقدر نربح competition. ربحنا الأوبر بيتش، صرنا ربحنا فام فرانكوفون 10,000 يورو، ربحنا get in the ring. So ربحنا كذا competition that were financial push, بس it couldn't have been possible بلا الكفالات اللي هي عن جد دعم كتير كبير. And right now I understand there's a slowdown, بس إنه نحنا we were lucky to actually get last it. Questions. Can you give me an idea of how many people you have هلا يعني زبائن عم بيستعملوا سايد لك تقريبا؟ Yeah, it's a hard question because we actually don't have the statistics. بس إنه تقريبا نحنا we have a database of about 1,000 users. هولي قدي عندك repeat customers؟ That's the, actually the great news. The repeat customers are very high. يعني once they try us once, they see the difference with all the other alternatives they had before and they hire us again. So repeat rate is actually very high. يوغي شو رأيك بالموضوع انت؟ هلا انت برات جين كريم thank you very much. وعن جد good luck. It's a good idea. هيك شغلة جديدة يعني ما معودين عليها. Thank you. Good luck. و thank you. حنتابع نشوف شو حيصير معكم بعدين بس تنزل. Yes, thank perfect. You. Thank you so much. Thank you. Many things wait, but time. Time doesn't wait for anyone. With every failure, you got stronger. You stayed up, worked hard, faced immense pressure, because you believe that all your hard work will pay off one day, and your ambitions will come true. One thing was missing, one step. The step that will lead you to the journey of 1,000 miles. Once you decide on taking it, you'll have endless opportunities. This time in Beirut, the emerging hub of innovation and technology. عزيزنا نحن هلا بالبي دي دي بمكاتب MIT Enterprise Forum Pan Arab ومعنا مايا رحال Managing Director ل MIT Forum هون بلبنان. مايا مرحبا. هاي كيفك فؤاد؟ الحمد لله. الأرب ستارت اب كومبيتيشن انتو هلا اخر الشهر انتو هلا بالـ 12th edition. مزبوط. ليلي ما بيعرف بعد الأرب ستارت اب كومبيتيشن، خلينا نرجع هيك شوي نرجع نحكي شوي نعرف عنه قبل ما نفوت بالتفاصيل.
منتدى MIT لريادة الأعمال بالمنطقة العربية اللي هو MIT Enterprise Forum Pan Arab هو مباشرة أفلييتد مع جامعة MIT ببوسطن. هو واحد من 20 chapters من Enterprise Forum اللي هن programs وبرامج ومسابقات لريادة الأعمال بيدعموا رواد الأعمال بالعالم. نحن كنا أول وأقدم chapter ليطلق هيدي المسابقة، ومن بعدها صار في تقريباً 20 chapter. المسابقة بتمتد على تقريباً 9 أشهر، بتبلش بـ call for application لرواد أعمال بعالم التكنولوجيا بكل المنطقة العربية، وبيتجمعوا بعدين ليصيروا تقريباً 70 أو 80 semi-finalists. سو أهم شقفة من الكومبيتيشن هو التريننج. التريننج بينعطى لتقريباً 80 فريق بيجوا من كافة أنحاء المنطقة العربية وبيقعدوا 3 أيام سوا. في عنا شراكة مع مدربين من جامعة بابسون ومع ممثلين لجامعة MIT. منتورز بيجوا من برا؟ هن ترينرز بيجوا من برا، يعني مثلاً هيدا السنة أخذنا 80 فريق على الأردن، اجوا الترينرز من العالم العربي ومن سيليكون فالي ومن جامعة بابسون، قعدوا مع الفرق 3 أيام، عطيوهم تريننج على كيف ينموا شركتهم، كيف يكبروا الفريق، كيف يعملوا فاندريزينج، كيف يتعاطوا مع الانفسترز وإلى آخره، يعني من المواد المهمة لقلون لحتى يكبروا ويتوسعوا بالعالم ويوسعوا أشغالون. Do you think my 3 أيام is enough? It's not enough, but it's enough for them تا ياخدوا باكج على القليل in theory، يقدروا يعرفوا شو ناقصهم، وين نقاط ضعفهم، وين نقاط القوة تبعهم، لحتى يعرفوا وين بدهم يركزوا شغلهم. أكيد 3 أيام مش enough، وحياة كاملة مش enough لنعرف كيف بدنا نصير managers وكيف ندير شركات وكيف نكبر، بس في مينيموم بياخدوه بيساعدهم ليأخدوا هالدفشة. من بعد هني بيكونوا، يعني سوري على المقاطعة، هني بيكونوا عادة تا يوصلوا لهالمرحلة هذه بيكونوا فايتين بأكسلريتيف بروجرامز ببلدهم. مش كلهم، مش كلهم، لأنه في عنا 3 مسارات. في عنا مسار الستارت ابس، مسار الأفكار، ومسار السوشيال. سو مسار الستارت ابس بيكونوا اوريدي لهم تقريبا مينيموم سنة بالسوق عم بيشتغلوا، وكل تريننج بيكون تايلرد لواحد لكل مسار لحاله. هلا بدي اسالك شو الكرايتيريا تبعك؟ ايه الكرايتيريا انه سو الكومبيتيشن عندها 3 تراكس، سوشيال، ايديز، وستارت ابس. ستارت ابس هن المتقدمين، الايديز اللي هن بعدهم بمرحله كثير early stage، يعني او ايديا او عندهم بروجي ما عمره اكثر من 6 اشهر، والسوشيال هن عندهم سوشيال امباكت. سو ات از ا بزنس، ات از فور بروفيت، بس دي هاف ا سوشيال امباكت. وكل مسار عنده متطلباته الخاصه وعنده حاجاته الخاصه ان تيرمز اوف designing the company و growing it و fundraising و approaching partners etc. فالtraining بيكون tailored لكل مسار، وبياخدوا بالإضافة لهذا الشيء pitching لحتى يقدروا يحكوا مع الانفسترز، ولحتى يعملوا pitching بتاني مرحلة من الكومبيتيشن للحكام اللي بدهم يعطوهم علامات. هذا أكيد عم تحكي عن الأيديات، لأنه الستارترز بيكونوا مرئين بالpitch. ايه أكيد بيكونوا مرئين وبيكون عندهم خبرة، بس الجوجز كمان مختلفين من مسار للتاني. سو في عندك جوجز عندهم very high expectations من الستارترز، وبيعرفوا أنه الأيديات they have less expectations. سو جوجز كمان مننقيهم حسب المسارات، مش okay. بس مش ادهوك different judges لا. different caliber of judges. يعني على الستارت ابس معظمهم هن في سيز، هن بيج كوربريتس، معقوله يعملوا شراكه او معقوله يساعدوا هول الفرق اللي عم بيعملوا البيتش. وطبعا الايرلي ستيج كمان بيستفيدوا، بيكون في اكسلريترز وانكوبيترز وحتى في سيز لسيد ستيج كمان ممكن يهتموا بانه يستثمروا او يعملوا شراكات مع الايرلي ستيج. عنا نقص بالسي ستيج، عنا بلبنان عنا نقص على كذا نطاق. اكيد كنت بدي اسالك عن قصه السوشيال انتربرينورشيب، كيف انت شفتي عبر السنين تطور السوشيال انتربرينورشيب؟ انا ما يعني از ات جيفينج ذات امباكت. تطور، شفنا تطور كثير ملحوظ باخر فتره. ما بقى عم نقول سوشيال انتربرينورشيب، عم نقول سوشيال انتربرايز، عم نقول شركة عندها امباكت سوشيال كثير كبير، بس بنفس الوقت منا ناطرة جرانت ودونيشن وناطرة مساعدات، يعني قادرة تكون سستينبل هي بحد ذاتها، بتقدر تطلع مصاري، تطلع أرباح وترجع تستثمرهم بتنمية الشركة، وبنسميها سوشيال انتربرايز. بس أنا ما قصدت من ناحية فاندينج، أنا قصدت من ناحية لا من ناحية البزنس حتى، يعني حتى بنشوف الامباكت مثلا بالإدوكيشن، بالهيلث. في عنا كتير برودكتس منشوفهم بدهم يحسنوا مستوى المعيشة، بدهم يحسنوا المستوى التعليمي للرفيوجيز أو للكوميونيتيز اللي بحاجة لهالدعم، وبنفس الوقت مش ناطرين دعم المنظمات العالمية، قادرين هن
يبيعوا او يعملوا مثل ديلز، يعملوا شراكات، يكونوا سيلف سستينبل وبنفس الوقت عندهم سوشيال امباكت كثير كبير. تنرجع شوي على الارب ستارت اب كومبيتيشن، هي ب 29 الشهر. سو من بعد ما نعمل التريننج لكفي لك انا المسار تبع الكومبيتيشن. انا سبقت شوي. من بعد ما نعمل التريننج ال 80 فريق بيعملوا راوند 1 بيعملوا راوند 2 جادجينج، سو بيقدموا افكارهم قدام حكام، وهول الحكام باول يوم بينقوا احسن 30 فريق، بصير عندنا 10 فاينالست، 10 من كل مسار. اوكي هيدا باول يوم. بتاني يوم هول ال 30 بيرجعوا مره ثانيه دي بيتش لمجموعه ثانيه من الجادجز، راوند 3 جادجينج، ومننقي منهم 9، منربح 3 من كل مسار، وهول التسعة رابحين بياخدوا كاش، بيقبضوا جوائز مالية، وما بناخد نحنا أي نوع من الأكويتي أو الأسهم أو شيء من الشركة. قد ايه تقريباً عم بياخدوا؟ سو الستارت أبس والسوشيال أول برايز يعني الرابح الأول بياخد $50,000، الثاني بياخد 15، والثالث بياخد 5، والأيديال ستيج بياخدوا 20 و10 و5. أوكي. كمان السوشيال انتربرايز بياخذ 50. ايه بياخذ 50. سو 50 50 100 الف. واو. طبعا لانه نحن بحاجه كثير لهالنوع من من الشركات بالمنطقه العربيه. وفي عندكم كمان حيكون في بانلز حسب اوكي من بعد ما نقي الرابحين في عندنا كونفرنس، هاي السنه الكونفرنس از باورد باي ذا وورلد بانك، سو وانا بدي بالاخر ارجع احكي شوي عن شركائنا وقديش عم بيساعدونا لحتى نقدر ناخذ هيدا الكومبيتيشن من مدينه لمدينه بالمنطقه العربيه، ولحتى قدرنا نجيبها على لبنان هيدا السنه. سو الكونفرنس هي بيست هاي السنه فوكست على فينتك، على اي اي بالادكيشن، وعلى توبكس هن هلا ترندي يعني دارجين وكثير عم بيلاقوا صدى، وفي كثير في حاجه لحتى نعمل ريزنج اوف اويرنس حواليهم بالمنطقه العربيه وخاصه بلبنان. من بعد الكونفرنس نحن رح ننظم الفاينل اوورد سيريموني تبعنا، اللي خلالها بيكون في كينوت جايه نجيب ساويرس من مصر، وجايه شرب الفرحات اللي هو مسؤول بجامعه ستانفورد باليو اس. رح نعمل مثل هيك بانلز سريعين، وبعدين منعلن مين هن الرابحين، والرابحين رح يطلعوا على الستيج ويقولوا بدقيقة شو فكرتهم، يعملوا بيتش لحتى كل الحضور يتعرف عليهم، ومن بعدها في نتوركينج ايفنت لحتى كل الحضور كمان يتعرفوا على الفي سيز اللي جايين، على الحكام، على الستارت ابس. رح يكونوا كل السماي فاينلز، يعني في عنا تقريبا 150 انتربرينور رح يكونوا موجودين، وفي عنا اكثر من 50 شخص من الخبراء، من المستثمرين، من الشركات اللي مهتمه تشتغل مع رواد الاعمال من كل المنطقه العربيه جايين على لبنان. هذا كله ب 29 بالحبتور. ب 29 بالحبتور بالهيلتون، بنبلش الساعة 3 بنخلص تقريبا الساعة 8، الفاينل اوورد سيريموني ببلش الساعة 6:30 للي حابين بس يحضروا الفاينل اوورد، واللي حابين يحضروا الكونفرنس من الساعة 3. عندكم كمان تعاون مع ايدال. مزبوط، سو نحن أهم شركات اللي هن سمحوا لنا إنه نجيب هيدا الكونفرنس على لبنان. في عنا شريك عتيق، يعني هو من الشركة التأسيسية إذا بدك بنسميه، اللي هو عبد اللطيف الجميل. وفي عنا الورلد بانك اللي هالسنة تعاونوا معنا كتير لحتى نقدر نعمل الكونفرنس بلبنان، وفي إيدال، وعنا دعم من وزير الاتصالات ودعم من رئيس مجلس الوزراء. نحن على امل انه يكونوا حاضرين معنا اثنيناتهم. لا ان شاء الله نحن كتلفزيون لبنان كمان حنكون موجودين، ورح نواكب الايفنت من اول ما يبلش لاخر ما ينتهي، بما في ذلك الوركشوبس وكمان الكومبيتيشن توزيع الجوائز، وحيكون لنا حديث مع هالشخصيات اللي جايين خصوصي لهال ضروري المؤتمر هيدا. وكمان ما ننسى ست هلا فاضل كمان حتكون موجوده، فوي ويش يو جود لك، وحنواكبكم ان شاء الله بهداك النهار ونكون سوا ونواكب هالايفنت كثير حلو يلي تقريبا انتم هلا، يعني كان انتم عرب نت وبي دي الاكسلريت، ما بعرف اذا حيصير هالسنه، بس انه صرتوا من العرب ستارت اب كومبيتيشن من الايفنتس المهمه بالريجن. طبعا بالمنطقه العربيه الايفنت عمره 12 سنه، وكل سنه بتكون الفاينل اوورد سيريموني ببلد مختلف، وهيدي اول سنه بالسنه ال 12 بيكون موجود بلبنان. بدي بس الفت نظر انه نحن هاي السنه كمان رح نطلق تقرير امباكت ريبورت، هو بيست على نتائج السماي فاينلز نحن شفناها باخر 12 سنه. شفنا انه مسابقه الارب ستارت اب كومبيتيشن ساعدت بخلق تقريبا 14,000 فرصه عمل بالمنطقه العربيه من اول ما اطلقت لهلا، وعم نشوف
كتير يعني زيادة بعدد النساء اللي عم بتشارك. يعني هاي السنة مثلاً في عنا 51% من الشركات اللي عم تتأهل فيها مرة بالليدينج تيم. وفي عنا كتير أرقام وبعد يعني تحليل أكتر رح نطلقها بالريبورت. ما هو كان بدي أسألك عنهم كلهم لحتى رح نكون عم نوزعه خلال المؤتمر، رح يكون برنتد وأكيد فيكم تشوفوه أونلاين من بعد الإيفنت. كان بدي أسألك عن your views على التطور من 12 سنة، بس مع أنك ذكرت الريبورت خلينا ننطر الريبورت ونشوف. أكيد فينا نرجع نحكي. مايا good luck وحنواكبكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. Thank you. وأهلا وسهلا فيكم. Thank you. وهذا كان كل شيء لليلة، نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. إلى اللقاء.